الحقيقة خلينا قبل ما نتكلم على أي حاجة لازم نهني فرقتنا ونهني أبطالنا، فريق النادي الأهلي بفوزه الكبير على نادي الزمالك بثلاثية نظيفة. الحقيقة كلنا كنا سعداء جدا، وخاصة في الشوط الثاني بأداء النادي الأهلي، بتركيز النادي الأهلي، بالإدارة الفنية الرائعة لمارسيل كولر المدير الفني، اللي الحقيقة أثبت من خلال تغييراته أنه راجل متزن عنده رؤية واضحة جدا جدا، ويعرف إمكانيات لاعبيه بشكل أكتر من رائع. الحقيقة المباراة كانت طبعا يعني مباراة خاصة في الشوط الثاني، وهدف محمود كهربا، وأنا يعني ليا كلام بعد ما نرجع من الأهداف على محمود كهربا. الحقيقة النادي الأهلي زي ما بقول لحضراتكم يعني أثبت بشكل كبير جدا جدا إن كل المنظومة عندها إصرار كامل لطبعا تعويض ما فاته الموسم الماضي والموسم اللي قبله. الدور الجماهيري كان ليه تأثير كالعادة، جماهير النادي الأهلي هي الساند الأول وبطل الموقعة، وكمان على مستوى اللاعبين في نجوم ظهروا على المستوى ان هم افضل اللاعبين، لكن انا في رايي الشخصي كل فريق النادي الاهلي خاصه في الشوط الثاني كانوا نجوم على مستوى عالي جدا. هخص طبعا بالذكر يعني محمد شريف، طبعا اللاعب اللي يمكن احرز هدفين بقدره تهديفيه رائعه، بيحرز هدفه ال50 وهدفه ال51. الحقيقه كمان زي ما حضراتكم شايفين الروح العالية الدكة، محمود كهربا يمكن قبل ما شريف ينزل قال له هتجيب جول، شريف بيحتفل بالهدف رقم 50 في مشواره. الحقيقة كان مهم جدا جدا لمحمد شريف انه يظهر بهذا المستوى ويسجل هدفين. على المستوى الثقة، على مستوى الامكانيات، محمد شريف كلنا عارفين امكانياته الفنية بشكل كبير، في سوء مستوى قد يصادف وخاصة المهاجمين، لكن عايز حضرتك تشوف الكره دي. طبعا حمدي فتحي من نجوم المباراه، علي معلول، لكن الجزء الاهم كمان والاهم من الشوطه ازاي هو حرر كمان محمد شريف نفسه وفتح زاويه للرؤيه وادى رؤيه لعلي معلول علشان ياخد خطوتين بعيد عن مدافع نادي الزمالك، هو ده نص الجول. يعني لو نشوفها تاني هتلاقي محمد شريف تحركه هو نص الجول بصراحه، لكن الفرحه كانت كبيره جدا لينا كلنا، فرحانين بمحمد شريف عودة الثقة، وإن شاء الله بإذن الله مع توالي المباريات على المستوى المحلي وعلى مستوى كأس العالم محمد شريف يرجع تاني لتهديفه وخطورته على المرمى. ده طبعا اليو ديانج بيلعب كرة رائعة، يعني وجود كمان حمدي فتحي في الجزئية دي بيدل إنه لعيب كبير وعنده رؤية واضحة جدا. الثلاث خطوات أو الخطوتين اللي خدهم محمد شريف والرؤية الرائعة من علي معلول، أعتقد دي كمان يعني بتبين قد ايه قدره ولاعبي النادي الاهلي كانوا فايقين بلغه الكوره.